وفي عناوين الصحافة لهذا اليوم نبدأها من صحيفة المستقبل وأبرز ما فيها: الحوار المسيحي، الانفراج الرئاسي، رهن التوافق السياسي، 30,000 مستشار وجندي إيراني في العراق، مجلس الأمن يدعم هادي وزعيم الحوثيين يدعو إلى التعبئة، الثوار يسقطون مروحية للنظام في إدلب ويأسرون طاقمها، CIA إيران ليست حليفة، وزخم داعش ضعف في سوريا والعراق. داعش يوسع هجماته للتعويض في سوريا والعراق. الأمن التونسي يطارد منفذا ثالثا لاعتداء متحف باردو. استشهاد شاب متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال. هنية: نحرص على إقامة علاقات متوازنة مع دول المنطقة. في صحيفة العرب نقرأ للكاتب ماجد كيالي تحت عنوان النظام السوري والصراع على المخيلة. يقول الكاتب: منذ قيامه قبل نصف قرن تغطى النظام السوري بالأيديولوجية البعثية وبشعارات الوحدة والحرية والاشتراكية التي يتشربها تلاميذ المدارس في المرحلة الابتدائية والتي تملأ الفضاء السوري على الحيطان وأثير موجات الراديو ومحطات التلفاز. فضلا عن ذلك فقد غطى هذا النظام سياساته التسلطية والقمعية بدعوى الانشغال بالأمن القومي والقضية المركزية، أي قضية فلسطين والصراع ضد إسرائيل والمقاومة. وفي غضون كل ذلك لم ينس هذا النظام ادعاء العلمانية والتقدم، بيد أن كل هذه الشعارات والادعاءات كانت لمجرد الاستهلاك والابتزاز وترسيخ الشرعية وتبرير مصادرة الدولة والهيمنة على المجتمع وتعويق التنمية، إذ تم اختزال الاشتراكية مثلا بمصادرة الأراضي وتأميم الشركات الصناعية الخاصة وإضعاف البرجوازية الوطنية. أما ادعاء القومية فتمثلت في سياساته التدخلية والإلحاقية التي اتخذت في غالبية الأحيان طابعا عسكريا أو عنفيا في محيطه، لا سيما في لبنان وإزاء الفلسطينيين وفي العراق الذي عاش على العداء معه على رغم التقارب الأيديولوجي سابقا بين نظامي هذين البلدين. ويأتي في ذلك اشتغاله في خدمة سياسة إيران في المنطقة مع الشبهات التي تحيط بها، لا سيما في سياساتها العراقية واللبنانية وإثارتها النعرة المذهبية في المشرق العربي إلى حد تمكنها من سوريا ذاتها كما بتنا نشهد الآن. وبالنسبة إلى أسطورة كونه نظاما مقاوما فهي تثير السخرية والمرارة في آن، فهذا النظام مسؤول عن ضياع جزء من سوريا واحتلاله، وكان بدأ عهده بإدارة الظهر للمقاومة الفلسطينية في الأردن عام 1970. بقية أسطورة العلمانية التي تكشفت عن مجرد غطاء يحاول من خلاله النظام التلاعب بما يسميه أقليات وبالتالي حراسة الواقع الطائفي والمذهبي في سوريا بادعائه حمايتها، في حين أنه يغطي في كل ذلك سياساته القائمة على الحؤول دون تحول المجتمع إلى مجتمع حقا مع وجود مواطنين متساوين حقا أمام القانون وأمام الدولة دون أي تمييز ديني أو مذهبي أو إثني أو جنسي، وأيضا الحؤول دون قيمة الدولة باعتبارها دولة حقا، أي دولة مؤسسات وقانون مع فصل بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية. والحقيقة فإن نهج فرق تسد هي السياسة التي استخدمها النظام لتكريس شرعيته وترسيخ سلطته وإظهار أي محاولة للخروج على هذا الوضع بمثابة تمرد طائفي أو حرب أهلية أو صراع أقليات وأكثريات على نحو ما يفعل اليوم. وفي عناوين صحيفة الشرق الأوسط نقرأ: الحوثيون يزحفون نحو عدن وهادي يستنجد بدرع الجزيرة، مجلس الأمن يلوح بإجراءات ضد الحوثيين وبن عمر يشكر السعودية، شرخ بين قيادات الحشد الشعبي والجيش العراقي، 10 طلاب طب في أشهر جامعات السودان يلتحقون بداعش، النائب السابق لمدير CIA خامنئي قرر امتلاك السلاح النووي لكنه ليس متعجلا، المعارضة تأسر طاقم مروحية للنظام هبطت اضطراريا في ريف إدلب، مشروع قرار في الكونغرس لتعيين مسؤول عن تحرير الرهائن، تونس تكشف عن مهاجم ثالث لباردو.
ونبقى في صحيفة الشرق الأوسط لنقرأ للكاتب طارق حميد الذي كتب مقالا تحت عنوان رجل الأسد المضروب. ويقول الكاتب: في فيلم العراب الشهير الذي يصور حياة رجال المافيا، يقول الممثل الشهير الباتشينو لشقيقته في الفيلم: والدنا لا يختلف عن أي رجل قوي ومسؤول عن أناس وأتباع، مثله مثل الرؤساء ورجال الكونغرس. فترد عليه: هل تعرف كم أنت ساذج؟ الرؤساء ورجال الكونغرس لا يقتلون رجالهم. فيرد عليها: أوه، من الساذج الآن؟ هذا الاقتباس الدرامي يلخص حقيقة ما حدث ويحدث في سوريا، وتحديدا ما حدث لأحد أهم رجال المجرم بشار الأسد، وهو اللواء رستم غزالي رئيس المخابرات السياسية، الذي تلقى ضربا مبرحا من قبل رجال اللواء رفيق شحادة رئيس فرع المخابرات الحربية، ونقل على أثرها غزالي للمستشفى، وبعد ذلك قام الأسد بعزل الاثنين. فإذا كان رجال الأسد يتشاجرون الآن لهذا الحد على النفوذ أو بسبب التوغل الإيراني، فهذا يعني أن النظام يتآكل من الداخل، واستمراره قائم فقط على الدعم الإيراني من خلال حزب الله والميليشيات الشيعية، وأن لا هيبة للأسد مطلقا حتى بين رجاله المقربين، خصوصا أن غزالي الحاكم الفعلي للبنان من عام 2002 إلى عام 2005، والمتهم بالمشاركة باغتيال الراحل رفيق الحريري كان رجل الأسد القوي ومنذ عام 2000. لكن نظام الأسد الإجرامي لا يعدو أن يكون نظاما بعثيا قمعيا وعلى غرار جماعات المافيا، ولا يتردد بتصفية رجاله، وكما حدث بحق محمود الزعبي رئيس الوزراء السابق الذي قيل حينها أنه انتحر بعدة رصاصات، وهذا عبث لا ينطلي على عاقل، وبعدها اغتيال غازي كنعان الذي قيل أيضا أنه انتحر، وذلك بعد اغتيال الحريري. اليوم يضرب رجل الأسد الشرير أي غزالي، ومن قبل رجل مقرب أيضا من الأسد، ويقال أنه بسبب خلاف على النفوذ الإيراني، وهذا لا يمكن تفسيره إلا بأن وجه المافيا القمعي لنظام الأسد بات يطل مجددا لتصفية رجال النظام، خصوصا أن هذا هو سلوك البعث دائما. وعلينا أن نتذكر كيف أعدم صدام حسين زوج ابنته، وعليه فالواضح اليوم أن نظام الأسد في صراع داخلي، ولا يضمن وجوده إلا الدعم الإيراني، ومهما قيل ويقال، خصوصا أن أطراف تبرير للاعتداء بالضرب على الشرير غزالي مجرم الأسد، وسبب دخوله المستشفى هو قول أحد المنتسبين لحزب البعث العربي الاشتراكي إن غزالي دعس دعسة ناقصة وسقط عن الدرج ودخل المستشفى. فعلا نظام لا يستحي مثله مثل أتباعه. وفي عناوين صحيفة القدس العربي لهذا الصباح: اليمن جسر جوي من صنعاء إلى تعز لنقل مسلحي أنصار الله تمهيدا لاجتياح الجنوب. العراق تفاقم النزاع بين الحشد الشعبي والحكومة. المبعوث الأممي: كل الأطراف مستمرة في حوار المغرب. عناصر جبهة النصرة يأسرون طاقم مروحية للنظام السوري في إدلب. سجن سوري للنساء ينافس فنادق الخمس نجوم خلال استجواب مذيعة النظام للسجينات. السبسي: تونس ضحية الإرهاب الإقليمي وأحد منفذي هجوم باردو ما زال طليقا. الدولة الإسلامية ينشر لائحة بأسماء 100 عسكري أمريكي ينوي قتلهم. ووفاة أول رئيس وزراء لسنغافورة عن 91 عاما. وزعيم الحوثيين يدعو إلى التعبئة العامة للهجوم على جنوب اليمن. وقبل ختام جولة الصحافة نشاهد وإياكم مختارات من رسوم الكاريكاتير.